الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. إذا رأت المرأة المتزوجة أن زوجها يتكلم بالهاتف في المنام دليل على المشاكل الزوجية والله أعلم. وفي حال رأت المرأة المتزوجة زوجها يكلم امرأة في المنام بالهاتف إشارة على المشاكل الزوجية المستمرة بينهم والله أعلم. كما تدل الرؤية على عدم المرأة عن إخبار الزوج بما تعانيه من مشاكل نفسية والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن زوجها لا يتكلم معها في المنام قد يشير على الخير لهذه المرأة. وفي حال رأت المرأة المتزوجة زوجها لا يتكلم معها في المنام يشير على التخلص من المشاكل بإذن الله. كما تشير الرؤية على التخلص من الصعوبات في الحياة. رؤية المرأة المتزوجة الزوج لا يتكلم معها في المنام ربما يؤول على التخلص من الفتن في الحياة والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن زوجها يرفض تقبيلها في المنام إشارة على الأمور الغير طيبة والله أعلم. وفي حال رأت المرأة المتزوجة رفض الزوج تقبيلها في المنام يشير على عدم قدرتها على تحقيق ما تحتاجه والفشل في الحياة الزوجية. رؤية المرأة المتزوجة زوجها يرفض تقبيلها في المنام يؤول على عدم الموافقة بينهم في الحياة والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن الزوج يقبل زوجته أمام الناس في المنام إشارة على السعادة الزوجية المستمرة والله أعلم. في حال رأت المرأة المتزوجة زوجها يقبلها في المنام يكون إشارة على الأخبار الجيدة والله أعلم. رؤية المرأة المتزوجة تقبيل زوجها لها ربما يؤول على الأمور الطيبة بينهم والله أعلم. الفراق عن الحبيب في المنام يدل على الأزمات كلها والله أعلم. في حال رأى الحالم الفراق عن الحبيب في المنام يدل على الأمور الغير طيبة. رؤية الفتاة العزباء الفراق عن الحبيب ربما يؤول على ترك العمل كله لها والله أعلم. كما تدل رؤية المرأة المطلقة الفراق عن الحبيب دليل على المرض والله أعلم. إذا رأى الحالم الفراق عن الأهل في المنام يدل على الخير والله أعلم. وفي حال رأى الحالم الفراق عن الأهل في المنام قد يدل على المناسبات السعيدة القادمة له. رؤية الفتاة العزباء الفراق عن الأهل في المنام يعبر عن الزوج القادم لها والله أعلم، حيث يشير على الزواج من شخص والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أن خطيبها يخونها في المنام ربما يؤول على الأزمات في الحياة والله أعلم. في حال رأت الفتاة العزباء خطيبها يخونها في المنام يعبر عن المشاكل لها والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء خطيبها يخونها في المنام إشارة على الغدر والخداع والخيانة لها والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى.